السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم كرم النجار من اسكندرية. حلقة النهاردة حلقة البي اس اف. طبعا علشان تخفض الريحة، السبب الأولاني اللي احنا بنحط الأكل كتير، فعلشان نخفف مصدر الأكل وعلشان نسهل عليهم لازم يبقى مصدر الأكل لين، ميبقاش صلب، ميبقاش حاجة يعني مثلا طماطماية زي ديت هما هياكلوها علشان يخترقوا، أول واحدة التانية وراها التالتة وراها. فإحنا نمسكها كده أهو سكينة ولا حاجة، نفرمها مع المفرمة العادية بتاعة المنزل، تمام؟ دي حاجة. طبعا أنا بحب الرمان جدا، ده قش الرمان، تمام؟ أنا بفرمه برضه كده أهو معاهم. وكمان عندي في البيت قطعوا بتنجان، طبعا إيه ما عجبتهمش عشان ببزرها، تقطع كده أهو تمام، تفرم شوية رز عايز تفرمهم معاهم، بس هو الرز ما بيتفرمش يعني، بس ايه انت بتعجن بالمرة يعني. انا بوريكم اللي هما بياكلوا اي حاجة، شوية عيش، شوية رز، اي مخلفات عندك في البيت، مش مخلفات بقى ايه، اي حاجة في البيت يعني. بصوا يا جماعة الحاجة اللي هنا، استنى هوريكم المنظر. بصوا بينزل بينزل زبادي كده. طبعا انا لازم على اثبت المفرمه دي يعني، هوريله جزء كده بعد ما اتفرج. بصوا يا جماعه ده الاكل بتاعنا، تحطوا البي اس سيف. وطبعا احنا نجيب كده حاجه هنصفي الميه اول باول. طبعا الميه دي بتصفي، بتخلي المفرمه تعجن بسرعه. وانت تحط اهو ده اكل بي اس اف، ده اكل بي اس اف، بتنجان على رز على قشر رمان على اي حاجه تعجبك، على كروم، بس اهم حاجه حاول تصفي مصدر الميه. طبعا لو واحد قال انا ايه عندي مصدر ميه ياما وكتير وخايف ارمي مثلا في كروان يعمل ريحه، ده اكل كتاكيت، ده اكل كتاكيت او علف بالي، هتحطه كده عليه وهتقلبه تمام. اكل الكتاكيت هيشرب الميه مصدر الميه، تمام. طب انت هتحط ايه بنسبه لغايه اما ايه يبقى عجينه كده زي ما انا ايه عاملها كده اهو، تمام. اهم حاجه المصدر الميه اللي بيعمل ريحه، مصدر الميه اللي بيعمل ريحه حاول تخفه طبعا، يا تصفي يا تحط اكل الكتاكيت. تاني حاجه لازم يبقى اكل لين عشان ياكل بسرعه، علشان ما تتعبهوش هو هياكله، تمام. بس انت عايز النهارده العمليه تخلص معاك، فانت افرم مفرمه زي دي. طبعا هي المفروض تثبت ومفروض تركب لها موتور، بس لازم انا امشيكم بالبدايه. عايز اللي يفرم احسن مني يعني، يوصل لمستوى احسن مني. انا بديك الزيرو، انا عايز انت رقم واحد، مش انا رقم واحد، انت رقم واحد تشتغل. تقول لي يا عم انا هشتغل احسن منك، وريني انا عايزك انت احسن مني في الشغل. ده الفرم بتاع البي اس اف، هياكلوه في يومين ثلاثة هيفرموه لك. ده الغذاء بتاعه، انت كده بتوصله لمرحلة يرقة كويسة، ذبابة كويسة، بيت ما شاء الله هيرجع تاني الجرام البيت هيديك من 5 فوق ال 8 كيلو كمان لو انت غذيته باستمرار. فطول ما انت بتشتغل عليه يوميا ياكل، تنتبه شوف انت بتعمل ايه. طبعا في حلقة مهمة جدا ارشاد التغذيه اللي هي رفع درجه الحراره في الشتاء، اتفرجوا عليها دي مهمه ودي كمان اهم. سلام عليكم.